حقيقة العراق يعني منذ فترة طويلة، أي منذ 2003، هو في خطر دائم من الميليشيات الإيرانية في العراق ومن قبل النظام الإيراني وسيادة العراق وأمنه، وشعبه مهدد ويتم استهداف مقدراته وأيضا كل مقوماته وأيضا البنية التحتية بشكل مباشر من قبل النظام الإيراني والميليشيات. أمر هذا ليس جديد، لكن النظام الإيراني دائما يبحث عن مبررات حتى تبرر عمل العدوان في العراق، إن كان في كردستان العراق أو في مناطق أخرى. دائما يبحث عن مبررات، كما أنه يبحث عن مبررات لقمع الحركة الكردية، أيضا قمع الأكراد، المواطنين الأكراد في إيران، يقوم باعتقالات وإعدامات، وأيضا من أجل أنه أيضا يعطي رسالة إلى الداخل وإلى الميليشيات بأنه قادرة إيران على يعني قادر على إفشال أو يعني كشف الشبكات المرتبطة بإسرائيل. لكن دائما حتى الإدعاءات الإيرانية بالسيطرة والقدرة والكشف تأتي متأخرة جدا، أي بعد يعني تنفيذ العملية بكل نجاح في الداخل الإيراني، النظام الإيراني من أجل التغطية على الفشل، من أجل يعني ماء الوجه، حفظ ماء الوجه النظام الإيراني، يقوم بهكذا أعمال. أنا أعتقد في كل الحالتين، إن كانت هذا مجرد بروباغاندا إيرانية أنه يريد يعني حفظ ماء الوجه أو إعطاء إرسال رسائل إلى الداخل وإلى الخارج بأنه يتم الكشف عن هكذا يعني أعمال، إن كانت يعني هي مجرد بروباغاندا يعني ومكشوفة، أعتقد لا أحد يصدق إيران. وإن كان النظام الإيراني يعني صادق، أو نذهب بأنه صدق النظام الإيراني وكشف كشف هذه الشبكات واعتقلها، يعني أيضا يأتي متأخر. هذا يثبت بأنه النظام الإيراني لا يستطيع يعني كشف هذه الشبكات وأعمالها قبل تنفيذ العملية، ومن ثم يدل على بأن هناك شبكات واسعة، رغم أنه النظام الإيراني دائما يعلن أنه اعتقل وكشف شبكات، دائما الشبكات موجودة ودائما تنفذ العمليات وهذه الاعتقالات المستمرة، بمعنى أنه هناك شبكات واسعة، هناك مجموعات كثيرة تتعامل مع الموساد الإسرائيلي، بمعنى أن الأمن الإيراني مخترق بشكل كبير من قبل هذه المجموعات ومن قبل إسرائيل. ثم أنه إسرائيل تكشف عن يعني معلومات خطيرة للغاية، يعني استجواب غادة من الحرس الثوري الإيراني في طهران وعلى يد الموساد، يعني وهذه يعني العمليات الموساد هي ليس وليدة اليوم أو وليدة يعني البارحة، بل هي منذ سنوات، منذ أن نجح إسرائيل باستهداف قادة في الحرس الثوري وأيضا المراكز النووية والمراكز الصاروخية، نتحدث حتى قبل 10 سنوات، ووصولا إلى سرقة الأرشيف النووي الإيراني. وهذه مهمة كبيرة، أي عملية كبيرة، بمعنى إسرائيل متوقلة، الموساد الإسرائيلي متوقل، إن كانت إيران صادقة بكشف واعتقال هذه المجموعات أو غير صادقة. ومن ثم أنه النظام الإيراني قام بعدة عمليات، أكبر العمليات يعني تصفية بعض العناصر في الحرس الثوري الإيراني، قام بإقالة رئيس الاستخبارات الحرس الثوري الإيراني. كل هذه العمليات والتصفيات لم تمنع، ولم لم تمنع يعني العمليات، والعمليات مستمرة، ولم إيران لم تنجح لحد الآن، لم تنجح في يعني منع إسرائيل من الاستهدافات ومن الاعتقال يعني الاستجوابات ومن وصول إلى العمق الإيراني. هذا يدل على أنه إيران فعلا مخترقة، وإيران تقوم بهكذا أعمال البروباغاندا ومن ثم لتبرير القمع واستهداف العراق والشعب العراقي، وهذه مجرد يعني مبررات. وهذا ينذر بأنه قادم الأيام ستكون كردستان العراق بشكل خاص والعراق بشكل عام محل الهجوم الصاروخي الإيراني من الأراضي الإيرانية.